شكرا للحضور ديالنا اليوم. جاء تكليف من السيد رئيس العصبه الوطني لكل القنوات من اجل حضور اشغال لجنه الاعلام والتواصل مع بعض المرابط الاعلاميه. واللي كان لقاء صراحه لقاء تم واحد المسؤوليه واحد الشفافيه كبيره مع جميع المرابط الاعلاميه الحاضره، واللي كان الهدف ديالو هو تنظيم وتقنين عمليه النقل ديال مباريات اقسام الهوات باكملها. كان غير بالمناسبه نشكر اعضاء لجنه ديال الاعلام والتواصل على المجهود الكبير اللي داروا باش تحضير هذا فتره التحملات اللي غادي يكون واحد المحطه واحد اللبنه اساسيه من اجل ضمان الحقوق والواجبات ديال جميع الاطراف، وتكون العمليه كتسم بالمسؤوليه والالتزام. والهدف من الجميع كعصبه وكمناطق هي الرفع من القيمه ديال المنتوج الكروي والرفع من المنظومه الكرويه في المغرب. هذا فتره التحملات اليوم هو اللي تم في المناقشه ديال اليوم، غيتم العرض ديالو من بعد على المكتب المديري للعصبه الوطنيه لكره القدم اللي غيناقشوا. صراحه اليوم كان اجتماع بناء، هو اكتمال للمسار ديال اللجنه اللي كانت سابقه. حاولنا بما امكن نعطوا اضافات اللي هي مهمه. احنا كمكتب مديري اتخذنا قرارات، اليوم اللجنه هي دارت واحد دفتر تحملات باش تزيد تقونا من هاد اللعبه او من دفتر التحملات. اليوم اللجنه قامت بدورها، حددت النقاط اللي خاص يمشي عليها النقل ديال المقابلات. اليوم غادي نوضعوا الملف تحت ايدي المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم هوات باش يكتمل المسار القانوني ديالو. من بعد غادي يمشي للجامعة الملكية اللي هي القطاع الوصي، ومن ان شاء الله من اللي غادي تقونن في هذه الاونه الاخيره غادي في الايام القليله المقبله ان شاء الله غادي نحاولوا بما امكن على انه يتعمم هذا دفتر التحملات على جميع المنابر الاعلاميه، وان شاء الله غادي يعمل الجميع بجد من اجل تطوير كره القدم، لان صراحه الاعلام عنده دور كبير في تطوير المجال الرياضي. اليوم نتمنى على اننا نكونوا قد توفقنا معكم. هذه المنابر اللي حضرت معنا اليوم هي غادي تباشر العمل ديالها ان شاء الله في ظروف حسنه. كذلك لا ننسى ما علينا نحن كعصبه، غادي نكونوا ان شاء الله موجودين من اجل كذلك تطوير القانون وتطوير اللعبه، وهذا كله ان شاء الله بفضلكم وفضل جميع المنابر الاعلاميه الوطنيه. اتمنى لكم التوفيق وشكرا.